معسكر الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الحالي وحلفائه من اليمين على 59 مقعدا، فيما حصل المعسكر المعارض لنتنياهو على 57 مقعدا، لتكون النقطة الفارقة كما يقولون هذه المرة بحوزة حزب عربي في الكنيسة، ألا وهو القائمة العربية الموحدة، والتي يرأسها منصور عباس الذي كان وقد صرح أنه منفتح ليستمع من المعسكرين قبل أن يحسم موقفه منهما. حزب عربي إسرائيلي يملك القدرة على تنصيب رئيس الوزراء، أمر عارضه نواب من اليمين، إذ قال زعيم حزب الصهيونية المتدينة هاتسيونوت هاداتيت بتسلئيل سموتريتش إنه لن يسمح بتشكيل حكومة تستند على أصوات النواب العرب، الأمر الذي يعقد مهمة نتنياهو بتشكيل حكومة الحكومة السابعة، ما يدفع الأخير بممارسة الضغط على تصديع وحدة صف المعسكر المناوئ كما فعل بعيد الانتخابات الأخيرة. إذن هل ستنضم القائمة العربية الموحدة إلى معسكر نتنياهو أم إلى المعسكر المناهض له؟ وهل سينجح بنيامين نتنياهو بإحداث تصدعات وانشقاقات نواب وأحزاب من المعسكر المناهض؟ كل هذا وأكثر نطرحه على ضيوفنا الكرام، ولكن بعد التقرير. طريق مسدود وسيناريوهات غريبة وانشقاقات ومنشقون، ما زالت هذه العبارات تسمع بعد عملية الفرز النهائية للانتخابات الإسرائيلية، والتي أفرزت مرة أخرى حلبة حزبية وسياسية أكثر تعقيدا مما كانت عليه في الماضي. آمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على مقعد إضافي على حساب الأحزاب المعارضة له تلاشت. معسكر الليكود بزعامة نتنياهو وحلفائه من اليمين حصل على 59 مقعدا، وحصل المعسكر المعارض لنتنياهو على 57 مقعدا، ليبقى القول الفصل وللمرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي بيد حزب عربي، ألا وهي القائمة العربية الموحدة بنوابها الأربعة. وزعيمها منصور عباس أعلن أنه سيستمع للمعسكرين قبل أن يحسم أمره. امتلاك حزب عربي القدرة على تنصيب رئيس الوزراء لم ترق لبعض نواب اليمين، إذ أعلن زعيم حزب الصهيونية المتدينة مجددا أنه لن يسمح بإنشاء حكومة تستند على أصوات النواب العرب، ما يعقد من مهمة نتنياهو وقد يدفع الأخير لممارسة جهود أكبر من أجل شق وحدة صف المعسكر الخصم كما فعل بعد الانتخابات الأخيرة. أما في الطرف الآخر، فقد أعلن زعيم حزب إسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان أنه على ضوء النتائج فسيباشر في سن قانون يحظر على من هو متهم بقضايا فساد وقدمت ضده لائحة اتهام أن يكون مرشحا لتشكيل حكومة، وذلك بهدف سد الطريق على نتنياهو، لتبقى هنا أيضا الورقة الفاصلة بيد نواب القائمة العربية الموحدة. فهل سينقذ النواب العرب نتنياهو من خسارة حكمه، أم أن صفقة سياسية جديدة بين أقدم رئيس وزراء إسرائيلي وبين من كانوا ألد خصوم الأمس ستنقذ الساحر الأمهر في السياسة الإسرائيلية من فقدان حكمه؟ ولنقاش آخر المستجدات معنا هنا في الاستوديو السيد ميخائيل كلاينر رئيس هيئة المحكمة الداخلية لحزب الليكود، أهلا بك معنا سيد ميخائيل. ومعنا أيضا في الاستوديو السيد أوري زكي رئيس إدارة حزب ميرتس، أهلا بك معنا أيضا. وعبر خدمة سكايب ينضم إلينا السيد وديع عواودي الكاتب والصحفي، أهلا بك معنا سيد وديع. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى آخر المعطيات والنتائج الشبه نهائية من فرز الأصوات. إذن حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو يحصل على 30 مقعدا، يش عتيد بزعامة يائير لبيد يحصل على 17 مقعدا، أما حزب شاس برئاسة أري درعي يحصل على 9 مقاعد، بالمقابل حزب كحول لافان برئاسة بيني غانتس على 8 مقاعد، حزب العمل برئاسة ميراف ميخائيلي يحصل على 7 مقاعد، كذلك حزبي يهدوت هاتورا ويمينة على 7 مقاعد. أما كل من هاتسيونوت هاداتيت القائمة المشتركة إسرائيل بيتينو وتكفا خدشا يحصلنا على 6 مقاعد، أما حزب ميرتس اليساري يحصل على 6 مقاعد، فيما تحصل القائمة العربية الموحدة على 4 مقاعد.
ننتقل إلى المعسكر لنتنياهو والمعسكر المناوئ لنتنياهو. إذن هنالك من يقول بأن المعسكر عمليا هو حتى 57 مع نتنياهو ضد نتنياهو، يقف على 57 دون القائمة العربية المشتركة، 59 مع نتنياهو 57 ضد نتنياهو. ننتقل إلى مراسلنا عمليا محمد أبو العز ليعلمنا بآخر المستجدات اللي ينضم إلينا من مدينة القدس. إذن الزميل محمد أبو العز محميد، أهم التحركات بين الحزبية عمليا من أجل استقطاب التأييد لحكومة مناوئة لبنيامين نتنياهو، آخر التصريحات لديك. نعم دانيا، إذن في ظل هذه الضبابية وعدم الوضوح والعنوان الكبير الذي يضاف على هذه الانتخابات، الوصول إلى طريق مسدود من قبل المعسكرين اللذين سيطرا على هذه الانتخابات، معسكر نعم لنتنياهو ومعسكر لا لنتنياهو، والمعسكران كما يقول محللون الآن هما في ورطة بسبب أن من يرجح الكفة هو حزب عربي لأول مرة في تاريخ السياسة في البلاد. داخل الليكود هنالك من يقبل، هنالك من يرفض بشدة دعم العربية الموحدة من أجل هذه الحكومة، وكذلك في معسكر نعم لنتنياهو بشكل عام هنالك من يرفض دعم عباس. الأمر ليس أفضل وأجمل في المعسكر الآخر، ونتحدث عن معسكر ضد نتنياهو، حيث أن هنالك كذلك من يرفض هذا السيناريو ودعم بطبيعة الحال عباس للمعسكر الآخر وبالتالي تشكيل حكومة. لذلك يبقى السيناريو وهو بطبيعة الحال سيناريو كذلك صعب، واحتمال أن يكون واقعيا صعب كذلك، وهو أن يستقطب هذا المعسكر أحزابا وبالتحديد الأحزاب أو الحزب الحريدي من المعسكر الأول، وبالتالي تشكيل حكومة مستقرة. في الساعات الأخيرة كذلك تحدثت من تكفاحد شايف عتشاشة بيتون وهي المرشحة الثانية في هذا الحزب، وقالت نحن نرفض دعم أو أي حكومة تدعم من القائمة المشتركة، وهذا الأمر يزيد تعقيدا فوق التعقيد الذي تحدث عنه سموتريتش كذلك وبن كفير عن رفضهم التام للجلوس بجانب من يدعم حماس ومن يدعم الإخوان المسلمين على حد تصريحاتهم. ويعني بطبيعة الحال هذا الأمر يقودنا دانيا كما ذكرت إلى مزيد من التعقيد، والآن الحديث كذلك عن موضوع التوصية لدى رئيس الدولة روبي ريفلين، وكما يبدو ومن يعني من قراءتنا في المعطيات يبدو أن يائير لبيد هو الأقرب الآن ليكون عند أو يمنح التوصية من قبل روبي ريفلين رئيس الدولة. ويعني هذا الأمر بعد أن قبل أو التوصية عليه أفيكتور ليبرمان منذ البداية إلى جانب ميرتس والقائمة المشتركة، وهو كذلك سيجلس عن قرب وفي الوقت القريب كذلك مع ميراف ميخائيلي رئيسة حزب العمل وكذلك مع جدعون ساعر. نعم دانيا، نعم سيناريوهات عدة تطرح. شكرا لك الزميل محمد أبو العز محميد، حدثتنا من مدينة القدس. إذن سيد كلاينر، عمليا السيناريوهات التي طرحها مراسلنا عمليا ألا تنحصر؟ يعني ألا يوجد هنالك نقاشات في أروقة الليكود للتعامل مع منصور عباس أو لعدمه؟ أنا أعتقد أن في الليكود هناك رغبة للتعاون مع منصور عباس، وفي الليكود يفهمون ويدركون أن الحزب أو القائمة الموحدة هي تريد التعاون في الأمور المدنية في إسرائيل، ويدركون أن هذا الحزب وفق الأيديولوجيا الخاصة به بما يخص الأمور الاجتماعية وأيضا المدنية. هناك الكثير مما هو مشترك بينه وبين الليكود وأيضا بينها وبين الأحزاب المتدينة بما يخص موضوع الدين والدولة والكثير من الأمور التي لربما سوف تجمع الطرفين، لربما منصور عباس وتسينوتا داتيت، وسيدركان أنهم يتقاسمان الكثير من
الأمور في موضوع الصراع لربما لا، ولكن مثلما هو الأمر في التحالف الآخر يريدون أن يجمعوا القائمة المشتركة القومية على نقيض الموحدة أن تجلس مع جيدون سار وإلكن وبانت، هذا ليس متاحا فعلا، ولكن الإمكانية الآن المتاحة هي حكومة نتنياهو، والإمكانية الواحدة في المقابل هو بنت. سيد ميخائيل، مما قلته عمليا من كفة ميزانه أثقل وترجح أكثر، هل العامل المشترك ما بين كما قلت الأحزاب الحريدية وما بين العربية الموحدة وهي ملفات مثل عمليا المجتمع المثلي، أم عمليا الصراع حل الصراع؟ من سيلغي من؟ منصور عباس قال أنه مستعد للجلوس مع الجميع، ولكن ليس مع من لا يريد الجلوس معه، ومن الواضح أن الأمور المدنية ليس عليها موافقة، ولكن هو يوافق على أجندة الحكومة الاجتماعية وحل القضايا التي تعود للمجتمع العربي. نعم سيد أوري، سنعود إليك، رأينا ابتسامتك عمليا، ولكن دعنا ننتقل إلى السيد وديع عواودي. أستاذ وديع، عمليا الكل يتحدث عن رفض الجهة المقابلة عمليا لانضمام منصور عباس إلى تشكيل الحكومة، ولكن ماذا عن جهة منصور عباس؟ ألا توجد هنالك خلافات عمليا من يؤيد ومن يعارض أصلا انضمامه إلى حكومة يهودية صهيونية تضم كل من بن غفير وسموتريتش وغيرهم؟ نعم، هذا كان السؤال قد طرح قبيل الانتخابات، والحركة الإسلامية كانت رسالتها واضحة جدا، وربما هذا أحد نقاط قوتها وشعبيتها مقارنة مع ما حصل في المشترك. الموحدة قالت بالحرف الواحد إنها مستعدة لأن تشارك في أي حكومة ممكنة بعد الانتخابات في حال استجابت لمطالب القائمة العربية الموحدة، لمطالب المجتمع العربي. وكان هذا الكلام قد تكرر اليوم على لسان عدد كبير من قادة الموحدة وعلى رأسهم النائب منصور عباس، الذي قال هذا الموقف أو عبر عن هذا الموقف هو موقف القائمة العربية الموحدة وموقف الحركة الإسلامية، وهذا مكتوب وهذا قد نشر قبيل الانتخابات، وهو عبارة عن اجتهاد جديد في يعني السياسة العربية في السنوات الأخيرة، الذي يقول لم يعد هناك يمين ولا يسار في إسرائيل. داخل الحركة الإسلامية، داخل القائمة العربية الموحدة، لا يوجد هناك نقاش حول هذا الموضوع. ربما تكون هناك نقاشات جانبية حول هذه النقطة أو تلك، ولكن بالمجمل حول هذا التوجه العام السياسي الذي لا يميز بين يمين وبين يسار، ويريد أن يخدم المجتمع العربي وأن ينتقل من مرحلة الاحتجاج ومن مرحلة التمثيل السياسي إلى مرحلة تحصيل الحقوق اليومية والحياتية والمدنية، هناك انسجام كبير داخل الحركة الإسلامية.